اعتصام 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 اعتصام. اول ما نبدا معناه بالاشغال الشباب اللي قاعد راقد في القهاوي وما يخدمش وتعدى فين الكراهه بتعفس فينا ودرنا قاعد بطار هذا بالبرمه تفهم فيه. هذه واحده. وثاني باب البلديه اللي يحوزوا فيها من بلاد لبلاد واحنا اهلنا مناضله كامله ميته في المنطقه نتاع المناضلين وما عندها حتى نتيجه. الشركات نتاعنا والثروه نتاعنا يخدموا فيها ناس اخرى وتاريخنا احنا مناضلين. اجدادنا كلهم ميته في ام سويق عام 14 كل. أنا واحد منهم جدي ميت في مسويق. احنا نخدم احنا مثايرين على أجل تونس. احنا نخدم على أجل تونس. كن أعطتنا نخدم فرضنا في بلادنا. نخدم في بلادنا ومسيرنا دائما لتونس احنا. مانيش واخدين كيف الجهات الآخرين وكيف القوائم الكل. اعتصام الناس تطلب في حقها. وتطلب في الخدمة على روح وتطلب في الثروة نتاع منطقتها، الزبل واكلتها، الماء قاص علينا، ديما احنا الضوء ما هناش، الطرق ما ثماش، الدنيا كل تهميش في المنطقة مهمشة ما فيها شيء.